متابعينا ومشاهدينا جريدة أهل مصر، هنا من أمام كنيسة ماري بالمعادي. سيتم الآن تشييع جثمان والد ماجد سامي صاحب نادي وادي دجلة. تابعينا مشاهدينا جريدة أهل مصر، الكنيسة تسمى ماري مرقس لميدان النهضة. سيتم الآن تشييع جثمان والد الكابتن ماجد سامي صاحب نادي وادي دجلة، وهذا بعد إعلان في صباح اليوم أبويا في سماء الله. هذا بعدما أعلن ماجد سامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أبويا في سماء الله، وسيقام القداس في تمام الساعة 12 بكنيسة ماري مرقس بميدان النهضة بالمعادي. ومن قام بتعزيه الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. متابعينا ومشاهدينا جريدة أهل مصر، نرصد لكم التفاصيل من تشييع جثمان والد الكابتن ماجد سامي صاحب نادي وادي دجلة بعد صلاة القداس.